يقول السائل: يستدل البعض على جواز سفر المرأة بلا محرم لطلب العلم الشرعي الواجب بهجرة الصحابيات بلا محرم من مكة إلى المدينة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ استدلال غير صحيح، القياس غير صحيح. سفر الهجرة ضروري، هذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فسفر المرأة للهجرة للفرار بدينها من بلد الكفر هذه ضرورة، يستسامح في عدم وجود المحرم، ولا يقاس عليها سفرها لطلب العلم. بإمكانها أن تطلب العلم في بلدها، وإذا لم يكن في بلدها طلب للعلم فيكفي أنها تتعلم أمور صلاتها، تحفظ سورا من القرآن، تحفظ أحكام الصلاة وما تحتاج إليه، مبادئ من العلم، هذه ميسورة ولله الحمد، ولو تقرأها في مختصرات أو في رسائل مختصرة وهي ميسورة وموجودة ولا حاجة إلى السفر، وتسأل من حولها من أهل العلم ومن النساء المتعلمات ولا حاجة إلى السفر. نعم.